مكسيكي رامون فواريز، تعود في الطرف الأيمن إلى مونوري، نقلة في وسط الميدان كال دامس، ساقط هذه ممتازة، مونوري 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 مونوري، يا الله إنهاء رائع كما كانت البداية روعة. ثم تحرك وطلب الكرة خلف الدفاع وصلته بالمقاس، بالمقاس الرائع عن يمين حارس المرمى هنريكوي ألفونسو مونوري. المباراة الثانية شوف لما لعب هذه التمريرة ثم اختراقه خلف الدفاع، يا سلام يا سلام على هذا التحرك وطلب الكرة والاختراق، وثم التمريرة الرائعة، رائع كال دامس، رائع كال دامس في التمريرة الأخيرة في إيصال الكرة في المكان الصح. انفرد بحارس المرمى مونورو، إنهاء أكثر من رائع في الشباك، أهداف للمنتخب المكسيكي. بداية سارة الثانية، المكسيك تسجل مبكرا، يدوم فقط بعد دقيقة. حاضر الانطلاقة بعرضية، هذه خطيرة، هذه خطيرة، التعادل، يا الله جاء التعادل للبحر المتوسط، منتخب بتوليفة تقدم أداء مثالي بعد تأخر في اللقاء. يأتي هنا لاسني 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 للبحر المتوسط يسجل التعادل الآن، يدرك العودة. الكرة لعبت من الطرف، وجدت لاحظ هنا الانطلاقة، الكرة البينية ممتازة، سوء تمركز للاعبي المنتخب المكسيكي في الكرة الماضية. مو صاحب هدف المكسيك يخطئ في هذه التغطية، يعني راح يغلق العمق وترك لاعب خلفه بدون لا يدري عنه، وحيدا إنزو لاسني في الكرة الماضية صاحب 19 عام يسجل هدف التعديل للبحر المتوسط. إنزو لاسني إلى 1-1 الآن، بكرة أمامية لكنها مبعدة من الدفاع. لمسة وانطلاقة، كرة من الجبهة اليمنى تعود مجددا بعرضية، يا الله بوقت قاتل، غورادو غورادو في اللحظات الأخيرة قبل الختام بدقيقة ونصف تقريبا يسجل للمكسيك مجددا ومجددا، يتقسكي ضرب في أول دقيقة لانطلاقة الشوط الثاني، ويضرب مجددا مع خواتيم الشوط الثاني في وقته الضائع. هنا العرضية الأولى مرت والمتابعة وادمال غورادو غورادو البديل اللي يحتفل بالمكسيك الآن بهذا الهني بهذا الوصول، هو نفسه نفسه نفس اللاعب غال دامز صانع الأول الثاني، وأهداف المكسيك لابد أن تمر بأقدام غال دامز.